بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مصرف صرف ارتوازي بيخدم 1200 فدان زراعي مزروعين قمح هذا العام، ونعاني من الصرف الذي طلع المصافي وطلع الارض بسبب الكمامة هذه، واشتكينا لجميع المسؤولين في المحافظة، وللأسف الشديد يعطوا كل ذو منصب في غير مكانه. اشتكينا لوكيل أول الوزارة، اشتكينا لوزارة الزراعة في أولاد صقر، للجمعية التعاونية الزراعية بزور أبو الليل، ولن حد يسمع شكوانا نهائيا. وهذه الأرض عدمت بسبب هذا الصرف وتراكم هذا المكان الذي لم يفحر لمدة هذا المكان 20 عام. 20 عام دي ما بتفحش، وهذا أرض إصلاح ملك لناس، وهذا ملك لناس اتباعت كانت أرض زراعية قبل كده، واتردم بهذا الصرف وهذا الايه المشكلة التي نعاني منها الأراضي الزراعية. وكل ما نروح لمسؤول يرمينا على مسؤول تاني، حتى محضر الجمعية التعاونية الزراعية بيزور أبو الليل مش عايزين يعملوا محضر، بأن ده صرف أرض صفت ارتوازي مشترك بين إصلاح زراعي وبين ائتمان، على حد 600 فدان ائتمان وحوالي 700 فدان إصلاح زراعي بجمعية زور أبو الليل للإصلاح الزراعي وجمعية زور أبو الليل للائتمان. طب وهذا المهندس ده كم مزارع في ال 1200 فدان؟ حوالي اعتبر حوالي كل واحد اعتبره في فدان، كل عيلة في فدان، كل عيلة بتخدم 10 تنفار في فدان. شوف بعول منا كم أسرة، يعني شوف كم أسرة بتعول على هذا الحقل. ونعاني هذه المشكلة من زمان وتراكم. وحضرتك صورت المصرف وشفته وبصرف عليه 1200 فدان، طبعا مكتوب خلص المصرف الإصلاح والجمعيات وجمعية الائتمان لهم حفارات مركونة للقصة دي. طبعا بصرفوا غاز، بصرفوا زيت، بصرفوا صيانة، وكل دي بيسرق الموظفين، ما فيش كده مصلحة خالص. هدي كلها بتصرف لها فلوس وحفارات واقفة جنب الإصلاح الزراعي وجنب الجمعية للمصرف ده، مفيش حفارية فحر المصرف بقالها يجي 5 سنين. طبعا دي فلوس بتتصرف من قوت الناس دي كليتها عشان الموظف يستفاد بيها ويحطها في جيبه يسرقها، واحنا نغرق، بيوتنا تغرق وصرفنا يقف وأراضينا تبوظ وكل حاجة تبوظ. طب انت بتطالب بايه؟ بطالب المصرف دي يتطهر او يتردم او يتغطى، يتعامل في اي مصلحه بدل ما احنا مضرورين منه. في الجمعيه مين اللي رفض الطلب بتاعك في الجمعيه؟ كله فلان رفض الطلب يا باشا، احنا كل رافض، مش حد بده مصلحه اساسا. مجلس اداره الجمعيات اللي كان الاصلاح ولا الائتمان حراميه، كلهم حراميه من كبيرهم لصغيرهم. الارض تبع الاصلاح الزراعي. الاصلاح الزراعي والائتمان، ما هي جنبين، يمين الاصلاح الزراعي وشمال الائتمان. طبعا في اسانسار، في فلوس بتتصرف على الحاجات دي، حفارات موجوده للطهر الحاجات دي، ما فيش اي حاجه من دي بتتقاضي خالص، كلها في جيب الموظفين. انا متصور من هنا، احنا لنا ارض هنا، ماشي، الارض هنا ما عادش بتجيب محصول من قله الصرف. الناس ديت مضروره، عيالها الصغيره مضروره، والناس كلها مضروره من عدم تغطيه المصفى ده. المصفى ده بيتفحر لغايه الاخر كده، ومن اللي بيوت هنا مش عارفين يفحروا. ماشي، مفيش كراكه بتيجي، بيطلع بس ايه مخلصات ان الكراكه فحرت، وياخد فلوس على كده المجاولين واصحابين الكراكات، بياخد فلوس والكراكات واقفه ما بتتحركش. ماشي، والموظفين بيروح لهم شكاوي بتتحط في الادراج وبندفع عليها فلوس عشان تتركن في الادراج. فكده مش ينفع. ال 1200 فدان عايش منهم 2400 عيله. يعني الفدان عايش فيه عيلتين واكتر، مش اقل من كده. فمش ينفع الوضع ده. يعني الناس ديت مضروره اكتر من اي حد. اللي لغايه المنهل فمش ينفع. مش ينفع، المناهل دي متكسره، والكراقات بتطلع لها زينات صرف فلوس ان الكراقات فحرت، وبيقبضوا فلوس ان هم فحروا، مفيش حاجه اتعملت ولا في حد اشتغل ولا حد عمل حاجه. فكده الوضع مش ينفع.